الحملة هذه نتاع أكتوبر الوردي، تم كما كنتم عايشين معنا هذا الحدث، والعملية متواصلة، أكثر من 80 امرأة في الفترة الصباحية. ستتواصل بطبيعة الحال هذه الأشغال نتاع الفحص والتحسيس والإعلام إلى المساء. تم اكتشاف بعض الحالات إلى حد الساعة المشكوك فيها، التي سيتم بطبيعة الحال عرضها على جهاز الماموغراف باش نتأكدوا من الحالات تاعها ويتم المتابعة تاعها كما جرت العادة. من بعد هذه العملية مش جديدة علينا، نحن من 2015 في الميدان، وإن شاء الله بربي السنة هذه نوصلوا إلى عدد أكبر من السنة الماضية اللي كان 546، ربما لما لا أننا أون فا دوبلي هذا النومبر إن شاء الله، يكون متوسع عبر كل بلديات الولاية بقراها ومداشرها إن شاء الله. هناك ثلاث نقاط مهمة لتفادي كيفاش نقولوا لمقاومة هذا المرض، هو الفحص النفسي والفحص الطبي والتغذية السليمة. كأخصائيين نفسيين نقوم نعالجوا هذه النقاط ونقوم بالدور تاعنا، عندنا كما قلت لكم الفحص الأولي والفحص الوسطي والفحص الأخير، باش المريضة ولا المرأة تقدر تخرج من الأزمة اللي هذه فيها وتقاوم هذا المرض. ونحثوهم دائما ونقول لهم باللي هذا المرض عنده جانب طبي وجانب نفسي.